مو انت العروس؟ ايه ماما، هنن معهم حق. العروس ما رح تطلع حلوة إلا إذا لبست صيغة. شوريا معه حق 100%. بس أنا لسه ما خبرت عائلتي، خليها لوقت يجوا. لا تاكلي هم، هلأ رح نخبرهم، أنت بس المهم تيجي معنا. يلا أورمي، رح نتأخر. شوريا، أنت شو رح تعمل بالبيت؟ أنت كمان تعال معنا، نحن لازم نشتري صيغة لأمك، لازم نشتري الخاتم، وفيك تساعدنا. إيه، وأنا كمان رح أجي معكم. كتير منيح، رح ناخدك معنا. أنا ما خبرت المدير، رح أتصل فيه وخبره. بعثت رسالة لأخوك ورح نبعث رسالة للمدير كمان، أنت بس تفضلي وتعالي. شو شوريا؟ ما رح تغير تيابك؟ بسرعة روح غيرهم وتعال. أي خالتي، رح غيرهم وأرجع بسرعة. تعال أنا رح أعطيك كنزة. أورمي؟ نعم. انزلي مع إيشان على السيارة، أنا اللي رح ساعد شوريا. ليش لحتى تعذبي حالك؟ هي شغلة دقيقتين، رح غير له تيابه وإجي. يلا أنتي بتصيري رسمية كتير أوقات، وهذا الشيء ما بيعجبني أبداً. لا بس معتبرتيني غريبة يعني؟ مو شوريا مثل ابني. يلا انزلي مع إيشان على السيارة وشوفي كروت العرس. إيشان؟ إيه، كروت العرس جاهزين، تعالي معي رح ورجيكي ياهن. يلا تعي. ماشي عمو، رح ألحقكم بعد شوي. شوريا، بدك يعني ساعدك ولا أنت تلبس لوحدك؟ خالتي بلبس لحالي، 5 دقايق وبرجع. حلو كتير. وانت كمل يلا. ايه قول، صار معك شي جديد؟ لو ما صار ما بتصل فيك، عندي خبر كتير حلو إلك. بس شو بدك تعطيني لحتى خبرك يا؟ ليش حدا قالك انه انا موظفك ببلاش؟ ماشي لا تزعجني، اللي شو هو الخبر وانا اللي بقرر بوقتها اذا كان هالخبر بيستاهل اعطيك منيح ولا لا. شو هو؟ لك شد ايدك شبك يلا شد. ايه هي المدام أورمي، عن قريب رح تتزوج. روح من هون. طيب رح تتزوج؟ بس هي كيف بدها تتزوج يعني؟ انت شو قصدك استاذ؟ وين المشكلة؟ بكل بساطة فيها تتزوج ورح تعمل عرس كبير. ولهيك انا قلت بخبرك هالخبر. طيب وامتى العرس؟ هلأ هنن عم يحضروا لكل شيء، بس انا بظن انه الاسبوع الجاي. العمى شو هالخبر هاد؟ لا هي اكيد جنت وناوية تعمل لي فضيحة كبيرة كمان، ومبسوطة فوقها بعد ما ضحت فيني. هي ناوية تتزوج. طيب قلي لشوف مين هاد اللي بدها تتزوجه بقى؟ مين؟ الأستاذ إيشان. إيشان؟ إيه هو اسمه إيشان؟